اهلا بكم متابعي يلا كوره في برنامج المواجهه. ضيفنا النهارده بصراحه تعبني، انا مش عارفه اقدمه ازاي، كلاعب ولا كمعلق ولا كاعلامي ولا كمدرب ولا مسؤول عن الكوره ولا زوج واب من الدرجه الاولى. انا بصراحه احترت في كتر الحاجات اللي عنده والمواهب الكتيره. نجمنا النهارده نجم الزمالك والمنتخب كابتن طارق يحيى، اهلا بيك على يلا كوره. اهلا بيك يا استاذ دينا، ازي حضرتك؟ يعني يا كابتن تعبنا واحنا بنعد لحضرتك يعني أنا بس كل ايه الاقرب لحضرتك؟ والله كلهم اقرب، يعني طبعا اللاعب اولا، لان الناس عرفتني من خلال وانا بلعب، يعني ما حدش كان يعرف طارق يحيى غير من خلال اللعب. يعني اللاعب اولا طبعا دي مهمه جدا، هناخدها بالتدريج، ثم الزوج والاب. دي برضو بالنسبه لي اول مولود كده احمد لما امسكه كده في ايدي، دي حاجه بالنسبه لي فرحه ما بعدها فرحه. وبعد كده بقى مدرب، لان الواحد الحمد لله فاضل الله يمكن برضو وهو مدرب عمل اسم كبير جدا الحمد لله. انا ازعم ان انا عملت اسم، يعني زي ما بيقولوا يعني انجازاتك يا كابتن بتتكلم عن حضرتك ربنا يعني. يخليك والحمد لله. يعني يمكن بعد كده بقى مدرب، وبعدين بعد كده برضو مسؤول عن الكوره وقطاعات الناشئين وقطاعات البراعم في نادي الزمالك فتره سنتين اهو، والحمد لله وماشي يعني. فكل الحاجات دي الحمد لله بيعتز اعلامي طبعا بعتز بيها جدا الحمد لله بفضل الله. ومعلق كمان يا كابتن يعني. انا اشتغلت معلق واشتغلت مقدم استوديو تحليلي ومقدم برامج، واشتغلت ك كل الحاجات اللي انا يعني في الاعلام عملتها الحمد لله بفضل الله، ومحلل الاربع حاجات دول. هتلاقي كل الناس اللي شغاله، مع احترامي وتقديري مش بقطع في حد والله، هتلاقي اما كان معلق ومحلل بس، او مذيع ومذيع استوديو بس. بس انا الاربع حاجات الحمد لله بفضل الله عملتها. وانا ليا شرف ان انا كنت اول استوديو تحليلي في جمهوريه مصر العربيه، كان في قناه النيل رياضه، استاذ حسام الدين فرحات ربنا يديله الصحه، كان عامل استوديوهات تحليل للدوري العام. اخذني انا والراحل ابراهيم يوسف رحمه الله عليه من الزمالك، وطاهر ابو زيد وكابتن الخطيب ربنا يديهم الصحه، في فكنا بنتناوب انا وابراهيم يوسف على ماتشات الدوري، وطاهر ابو زيد والخطيب كانوا بيتناولوا على ماتشات الدوري برضو. فكنت اول استوديو تحليلي طلع الحمد لله كنت انا موجود فيه الحمد لله بفضل الله. دايما سباق يا كابتن يعني. فانا بعتز بكل الحاجات دي الحمد لله. كابتن عايزين نرجع ورا مش كتير قوي، يعني حضرتك يعني شباب يعني، لأول مباراة اللي هي قدمتك لنادي الزمالك، يعني ضربة الحظ اللي قدمتك لنادي الزمالك، مباراة كفر الشيخ والزمالك سنة 81. زمالك إلين. أنا كنت يعني في ثانوية عامة أو تانية ثانوي ساعتها، وبعدين كان في الزمالك كان عامل توأمة مع نادي اسمه زمالك قلين في محافظة كفر الشيخ. فهناك الناس كلهم زملكاوية جدا، ووالدي الله يرحمه كان زملكاوي جامد جدا جدا يعني. فكان معارض موضوع الكوره ده من يعني. الاول يعني الدراسه انت عارف احنا في الفلاحين لازم الدراسه لازم طبعا. اتعرض عليا كذا نادي، المحله جات لي وانا صغير، كفر الشيخ، نادي كفر الشيخ جالي وانا صغير، بس ابويا عشان المسافات كانت بعيده شويه فما وافقش. فالدكتور مجدي حماية ربنا يديله الصحة، ده مدير الكورة في نادي الزمالك، قال لي، قال والدي وقال له طارق واحنا زمالك وبتاع، ويمكن يا حاج ربنا يكرمه وبتاع، والله يسمى بقول لك كده. فابويا وافق لان قال لي دي بلد ابويا. ودخل من مدخل الزمالك كمان بالظبط، يعني فدخل له من الحتتين، لان ابويا يعني في بلد جنب قليل اسمها ثروه دي عم ابويا كان هو العمده بتاع البلد دي، على فكره زكريا نصف من البلد دي بالمناسبه يعني. فالمهم انتقلت بقى لزمالك قليل، وفي احد لعبت الناشئين شويه وكانوا بيساعدوني فريق اول، وبعد كده جاء بقى الماتش اللي هو اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني كرمني فيه جدا. الزمالك كان معتادي لاعب الزمالك قليل كل سنة في مباراة في كفر الشيخ. فسبحان الله كابتن حمادة أمام رحمة الله عليه، ده أبويا الروحي رحمة الله عليه. دايما حضرتك تذكر كابتن حمادة أمام طبعًا يعني. طبعا عمري بنسى أبدا. كابتن منير حسن رحمة الله عليه برضو يمكن من الناس اللي كان ليهم فضل بعد ربنا في انضمام للزمالك. كان في لعيب اسمه رضا الخطيب. رضا الخطيب ده كان هداف الدرجة الثانية في كفر الشيخ، بيلعب في كفر الشيخ. اسمه ضرب جامد جدا، كان بيجيب في السنه 34 35 جول. فكابتن حمادة امام سمع عن رضا
فقال لهم ايه، طب لعبوا رضا مع قالين. فراح قالين طلب رضا من مين؟ من كفر الشيخ، ولعب رضا معانا وانا كنت موجود في التيم. فلعبنا المباراه، ربنا كرمني وجبت جونين وكسبنا 2-0 الزمالك. كان موجود كابتن سامي منصور، فوزي ماير حارس مرمى، كان محمد حلمي موجود، كان في مجموعه كبيره من اللعيبه الفريق الاول يعني. وبعدين كابتن حمد امام قال الولد ده عايزينه، فانا دهلي طبعا انا رايح ركبه بتخبط. والله حماده امام طبعا يعني. طبعا تخيل حماده امام بيقول لي تعالى. فطبعا انا رحت وقفت له، طبعا كان ربنا مديني ثبات انفعالي شويه يعني. انت اسمك ايه؟ قلت له اسمه طارق محمد عفت. ابويا ما كانش حد يعرف يحيى دي خالص. ابويا مشهور هناك في البلد اسمه عفت. فالمهم ايه، قال لي طب خلاص انت سنك كام سنه؟ فقلت له مواليد 61. قال لي والله يعني تحت السن؟ قلت له قال لي خلاص ماشي، تيجي لنا الزمالك احنا عايزينه يا دكتور مال. قال له خلاص يا كابتن، يجي امتى؟ يوم كذا الساعه كذا. وحضرتك بقى لما سمعت كده يعني انا بقول لك مشترت من الفرحه يعني، كنت رايح انا كنت عايز اجري يعني، ما كنتش عايز اركب مواصلات. احنا في كفر الشيخ بلدنا محله موسى حوالي 6 كيلو بينها، فكنت عايز اجري 6 كيلو دول عشان افرح ابويا وامي يعني رحمه الله عليهم يعني. بس فرحت الزمالك، مش عايز اقول لك ان انا فشلت اول اختبار. لا معقوله يا كابتن؟ والله اقول لك ليه، لانه انا كنت رايح بقى ايه مشمر بقى وجايب جزمه جديده وشورت جديد وتيشيرت جديد، وبعدين فوجئت الاختبار في ملعب كره يد رمش الخبر. وانا لابس جزمه صدز يعني، طب هلعب ازاي؟ نزلت عارفه البطه زي البطه يعني، ما فيش حاجه خالص يعني، مش عارف اجري. بس طبيعي طبعا يعني. الرمل كان عندنا مش رمل كثيف، الرمل اللي هو ايه الحمره يا خبر. طبعا ما عارفش العب. فقال لك مين ده يا عم، انتوا جايبين انتوا يعني. كابتن علي شرف رحمه الله عليه، كابتن حمد الشراوي رحمه الله عليه، كانوا هم اللي بيختاروا اللعيبه يعني. فالمهم رجعت بقى طبعا ايه، مش عايز اقول لك الحزن يعني يعتريني بقى، ومش عايز اقول لك ان انا قفلت بقى خلاص كده يعني. انا روحت مثلا في 3 ايام يعني، الفتره اللي عدت عليا من ساعه ما خرجت من الزمالك لغايه ما وصلت البلد 3 ايام. حلم وبيضيع يعني، ضاع مش بيضيع هو ضاع. المهم خلاص استمريت يعني لغايه لما امتحان ثانويه عامه. فجاء كابتن الدكتور مجدي حمايه ربنا يديله الصحه، بعد جواب الكابتن حسن حلمي رحمه الله عليه، قال له في لعيب كذا 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 وانتوا شفتوه وعمل، شرح له القصه. فقال له هاتوا تاني يوم كذا الساعه كذا. استقبلني بقى الكابتن منير حسن يوميها رحمه الله عليه يعني. فرجعت تاني بقى الزمالك طبعا بقى ايه، فلعبوني بقى في ملعب نجيله عشان يشوفوا بقى على الطبيعه كده. فحكيت للكابتن حسن حلمي الوضع رحمه الله عليه، انا كنت جاي، وقال لي خلاص شوفوه في ال20 سنه تحت 19 سنه. فالمهم نزلت الملعب كسرت الدنيا، لابس بقى الجزمه بتاعتي خلاص بقى الاستعداد بقى. عايز اقول لك اللي كان هاف ليفت معايا اسام عرابي في نفس الاختبار ده في الزمالك، فاختاروني بقى قالوا خلاص اوكي وبتاع تيجي الزمالك وكده. طبعا عانيت معاناه شديده جدا لان كنت بسافر كل يوم. حضرتك بترجع كل يوم؟ يا خبر. ما كنتش ببات، ما كانش في بقى اللي انا ابقى عندي شقه او الشقه والكلام ده كله، فما كانش في بيات، ما كانش في بيات. فكنت بروح كفر الشيخ يوميا وبرجع، هم 3-4 ايام في الاسبوع تدريبات مع ال 19 سنه، لغايه لما كان في ماتش مع الشمس في ملعب 2 بره في عندنا في النادي. كان مستر مايكل ايفرت بيتفرج على الماتش، وكابتن حماده امام متفرج، قالوا له ده ماتش جامد جدا، والشمس وفرقه الجامده كان فيها خالد عصمت وكان فيها علاء نبيل والمجموعه دي. فالمهم قالوا خلاص ماشي نتفرج عليه، اتفرجوا على الماتش. الولد ده يجي التمرين الصبح الساعه 8، كان مايكل بيتمرن الصبح. طبعا فرحتي كانت اكيد بقى خلاص يعني. والله يا استاذ دينا يعني الحمد لله بفضل الله. وانطلقت بقى من اليوم ده اتمرنت، ما رجعتش بقى الناشئين تاني. خلاص بقى مع لان هما كانوا عايزين واحد اشول، مايكل كان يحب الشول، كان عايز واحد اشول ناحيه الشمال. كان محمد حلمي بيلعب، كابتن خواجه كان بيلعب، بس هم مش شول قوي يعني. زي كده فعايزين بقى يعني كل المواصفات اللي كان بيدور عليها لقاها عند حضرتك يعني. فشافني في الماتش قال لك يجي التمرين تعالى الصبح، وكانت بقى الانطلاقه يعني. والانطلاقه بقى الحمد لله مع مستر مايكل وكابتن حماده يعني دي احلى انطلاقه يعني يا كابتن لينا. الحمد لله. كمدرب يا كابتن حضرتك دربت فرق كتيرة، سموحة، الانتاج، الزمالك، المقصة، يعني فرق كتيرة جدا لو قعدنا نقولهم هنضيع وقت كتير يعني. ايه أكتر تجربة حضرتك بتحبها ومعتز بيها ودايما لما تفتكرها كده يبقى فيه ذكريات حلوة؟
هي تجربة مسيرة صالات كانت أول تجربة ليها في الدوري الممتاز، لأن أنا عملت إنجازين أو ثلاثة في في النادي ده. أول مرة كنت مسكتهم هم في الدرجة الثانية، كانوا بينزلوا ثالثة، كانوا الأخير يعني خلاص كانوا في العلهبوط، وكان فاضل دور كامل، فربنا وفقني فنشت الدور ده أول مجموعة من تحت أول خالص لأول. ما حدش عارف الكلام ده، ففنشت أنا الأول المجموعة دي، كانوا ثلاث مجاميع، ففنشت أول مجموعة فبقينا في الدوري الممتاز به. السنة اللي بعدها استعدينا بشكل جيد وعملت تيم كويس وصعدنا دوري ممتاز. السنة اللي بعدها بدأنا دوري ممتاز، قعدنا في الدوري الممتاز. يعني حضرتك أخدتهم بالظبط من الثانية للأولى للممتاز وقعدتهم في الممتاز. فجم بقى هم عايزين يجربوا حاجة تانية فاعتذروا لي وأنا قدرت يعني، والحمد لله مشيت من الاتصالات. دي كانت أول تجربة الحقيقة، كانت بالنسبة لي اللي هي ايه، عرفتني بالناس كمدرب يعني. بدات بعد كده وانا في الاتصالات جاني النتاج الحربي. النتاج الحربي كان صاعد من الدوري الممتاز به للدوري الممتاز. دكتور سيد مشعل كان وزير الدوله الانتاج الحربي ساعتها، هو زملكاوي جدا جدا، كلمني، وطبعا كان شرف لي ان اتعامل مع هذا الشخص يعني، الراجل ده موقف محترم وبكن له كل تقدير واحترام طبعا. وبعد كده مسكت الانتاج الحربي، عملنا موسم ولا اروع الحمد لله بفضل الله، وقعدنا في الدوري. وبعد كده بقى وانا شغال في الانتاج الحربي جالي المقص، وده اول مره اقولها، ده سر يعني. فالمهم ايه، جون بتوع المقص كلموني، احنا عايزينك السنه الجايه معانا، كانوا صعدوا برده دوري ممتاز. طب انا دلوقتي شغال في الدوري، خلصنا الدوري، كنت شغال في كاس مصر مع الانتاج الحربي، ف كنت هلاعب الجونة، إنبي الجونة دور 16، إنبي دور 8، الأهلي دور 4 لو أنا كسبت. فكسبت جونة، فهم بيكلموني، طب أنا بعمل إيه، ما أنا لسه ما شغال، مش هينفع أوقع، لأن أنا لغاية لما أشوف الأول موقفي مع الإنتاج الحربي. الحقيقة هم فضلوا مستنيين يعني. كسبت الإنبي، بعد كده وصلت دور 4 مع نادي الأهلي. فرجل كل شيء يقول لي ايه انت تاخد الكاس ولا ايه، انا عايزين. فالمهم ايه، ربنا وفقني برضه، وصلت النادي الاهلي وكسبين الاهلي 1-0، الاهلي تعادل وكسبنا 2-1 وخرجت من كاس مصر. توجهت للانتاج الحربي، ما اتفقناش، فقبلت عرض المقص، وعملت 4 سنين مع المقص. يمكن قعدت بالمناسبه يعني، يلا كوره كان ليها فضل كبير جدا في انها عملت تعمل سكاوتنج كده على الصفحه عندكم او على الموقع عندكم، ومين احسن مدرب السنه دي. فالحمد لله ربنا وفقني في ان انا كنت احسن مدرب استفتاء الجماهير في موقع يلا كوره، ودي كانت بالنسبه لي فرحه كبيره جدا ان انت تاخد احسن مدرب. يعني انت ما خدتش دوري بس عملنا موسم رائع جدا، بس كان اول موسم الانجازات او اللي حضرتك بتعمله بيتكلم، خلى يعني الجماهير تختارني. صحيح. فسبحان الله، فانا فوجئت لقيت أستاذ كريم رمزي أعتقد، وكان ساعتها برضو مش فاكر مين، كلموني قالوا لي أنت معنا في الحفلة، بعتوا لي رسالة كده أنت معنا في الحفلة، أن أنت اخترت أحسن مدرب عبر يلا كورة. فكنت فرحان جدا بال دايما يا كابتن يعني. نتمنى بالإنجازات كده بالصدفة، بس عشان أشكر جماعة جماهير يلا كورة. أيوة متابعينا بس طبعا. دي محطات الحمد لله. الإسماعيلي محطة كانت صعبة جدا، خدتهم في الـ14 دولة في الترتيب الـ14، وكان فاضل دور كامل، فنشنا سادس الحمد لله. كان دايما حضرتك تخصص اللي هو يكون بيغرق وحضرتك تطلعهم يعني على لا، محطات الحمد لله بفضل الله كتيرة جدا، ربنا وفقني فيها بفضل الله الحمد لله يا رب دايما يا كابتن. يعني في الفيديو الأشهر لحضرتك بعد مباراة طلاع الجيش لما فزت على الزمالك، وساعتها حضرتك انفعلت كده بالبكاء وقلت انا ربنا نصرني، وده انتشر جدا وبقى كوميك وبيستخدم في الرياضه وغير الرياضه يعني، بقى شهير جدا. حضرتك لما بتشوفه على السوشيال ميديا بيبقى ايه انطباعك يعني؟ والله بصي، انا طبعا يعني انا دمعت انا كنت بتحكي، لان الموقف ده كان صعب جدا بالنسبه لي. ان انا ليه يا كابتن كنت مضغوط ليه كده جدا؟ عارفه انت لما بتتهمي بأشياء مش موجودة وبعدين يحصل العكس، فبتحسي بأن فعلا ربنا نصرك، انت كنت مظلومة. يعني ساعتها كانوا بيقولوا ان حضرتك هتفوت المباراة للزمالك بالمعنى البلدي كده يعني. وكانت طلعت على بعض المدربين منهم انا يعني. انا قريت بقى في اليوم ده كومنتات يعني مش عايز اقولك
قهرتني من جوه. ليه بقى يا كابتن؟ ايه لا ايه اللي ده حاجات تمس الـ 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 الأمانة والاخلاق كل شيء حاجة. انا قريت كومنتات على الفيسبوك ظلم يعني ظلم حاجات عمري في حياتي ما شفتها ولا سمعت عنها. واتهام بقى في الذمة واتهام في حاجات كتيره جدا جدا جدا. فقلت يا رب يعني انت عالم ان انا دايما بحب شغلي وبتفانى فيه حتى لو بلعب قدام الزمالك اللي هو النادي اللي عملني. الشغل شغل يعني طبعًا حضرتك شغل. مش بتحط اعتبارات خالص. ده يعني وببقى سعيد جدا ببقى سعيد ان انا كسبت الزمالك وكسبت الاهلي. ده فوز لحضرتك انجاز شخصي يعني بالزبط. صحيح وانا عايز اعمل اسمي يعني ما فيش التفويت ده برضو عشان الناس دايما تقول ده هيفوت وده هيفوت وده هيفوت. ده كلام ده شغل يعني ما ملوش دي ولاد على السوشيال ميديا بتبقى لجان الغرض تقليل من سين او صاد من مدربين سواء زمالك او اهلي او اي نادي تاني. لكن ما فيش مدرب بيعمل كده استحاله. انا هقول للعيبه ايه انا هخش اوضه اللبس اقول لهم يا جماعه النهارده هنفوت الماتش. لا يا طارق ايه النهارده مقعد فلان وفلان وفلان وفلان. طب انت حضرتك ما تعرفش ان فلان ده مصاب وفي ثلاث انذارات وفي واحد مثلا جه متاخر في واحد ما تعرفش دواخل التيم ايه اللي انا استبعدت فينا اللعيبه دي. صحيح. فلما كسبت الماتش جالي المراسل بيتكلم معايا فانا عارف الشريط ده كله رجع معايا رجع قدامي كده كان قدامي بقى كله بالليل. انا ما نمتش اليوم ده انا يوم المباراه دي والله العظيم اكتر المباريات انا صليت الفجر وقعدت ادعي ان ربنا ينصرني بس يعني يخرجني من الموقف ده ب ب ب ب بحاجه ترضيني انا. فصليت الفجر وقعدت لغايه الساعه 7 8 الصبح ما نمتش مش عارف انام. وبعد كده نمت لي ساعتين كده وبعد كده رحت رايح على الغدا بقى والمحاضره وبتاع ورحنا الماتش. فلما كسبت الماتش كنت مضغوط جدا جدا. فهو بيقول لي كابتن طارق ومش عارف ايه وبتاع فانفعلت فجيت بقول له فقلت ربنا نصرني. فزي ما تقول طلع بقى طلع كل الشعور بقى يعني حتى كل ال مواقف على السوشيال ميديا لما بيحتاج الموقف ان هو يتركب على فبيجيبوا اللقطه دي. صحيح يعني طب فرحان يعني برغم ان انا كنت حزين ساعتها لكن ومضغوط طبعا جدا يعني تخليش قصدي ان انت بتتهمي في ذمتك وضميرك من عيال صغيره على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا عيال صغيره ما يعرفوش طارق ايه ده لعب ايه ولا حضرتك مسؤول عن فريق كبير ويعني ده مش بس مجرد احنا مش بنلعب يعني خماسي يعني انا عايز اقول لحضرتك الماتش ده والله العظيم الماتش ده اعتقد لا ده كان في السويس الماتش ده كان في السويس اعتقد لا في ماتش كنت كسبت الزمالك فيه برضه طب ما حضرتك بتكسب الزمالك هو عادي يعني لا مع الجيش برضه انا دخلت لقيت سيادة المشير طنطاوي رحمه الله عليه قدامي هو زملكاوي انا حضنت وقعدت اعيط يعني هو سلم عليا فما قدرتش بقى حسيت بنصرة كده يعني سلم عليا انا من كتر ما هو رغم انه زملكاوي يعني وانا عارف انه زملكاوي جدا رحمة الله عليه يعني فحضنته وقعدت اعيط على صدره اول لو عندي اللقطة دي على فكرة بعتوها لي في ده من 2019 حضرتك لسه متأثر بيها يعني يعني شايفة تأثر في عينين حضرتك ولسه يعني اقول لك على حاجة انا الواحد دايما بيراعي ربنا في كل شيء صحيح. بيعمله الحمد لله بفضل لكن لما تتهمي في ذمتك وضميرك وشغلك دي بتبقى قاسيه جدا عليك طبعا اكيد ما انا زملكاوي وانا اقول انا مش زملكاوي انا زملكاوي وبحب الزمالك وبحب الزمالك يكسب بس انا في نفس الوقت برضو لما بشتغل في نادي بحب ولما بشتغل مع الزمالك ما انا بتفانى ان انا الزمالك يكسب ده الشغل ملوش دعوه بالظبط دي قصه يعني بس يا الله يسامحهم نرجع للاتهامات يعني عمر خضر اول ما اسمه بيتقال دايما يتلام على حضرتك فرطت فيه وسبته وحضرتك قلت انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص عايزين بقى توضيح علشان يعني الناس بقى تعرف ان حضرتك ما كانش ليك دعوه لا انا ماليش علاقه بموضوع عمر خضر بالعكس انا كنت معارض جدا انه يمشي لكن ده اتعمل من فوق يعني الناس الكبار كانوا مع بعض انا ماليش علاقه بيه خالص يعني اتفاقات نقدر نقول اتفاقات رسميه انا لا اعلم ايه اللي حصل ولا اعرف الديل اللي اتعمل ايه ولا اعرف عمر خضري مشي امتى ولا مشي ازاي ولا عمل ايه ولا اي حاجه خالص حضرتك كنت مسؤول عن الناشئين في الوقت ده في الوقت ده يعني حضرتك مسؤول انا كنت مسؤول عن مدرسه الكوره مدرسه الكوره والبراعم وهو كان اسماعيل يوسف كان هو رئيس القطاعات
الكوره، وكان الموضوع مع رئيس النادي هنا ورئيس النادي هنا. يعني مين المفروض اللي يمضي على الموافقه ان هو يروح نادي زد ومن زد بيتباع والله بقى؟ لا صدقيني فعلا والله ما اعرف. طب ليه الاتهامات لحضرتك؟ يعني ليه حضرتك أنا يتقال مش انك فرطت فيه وده ثروه وده اتباع هو؟ انا يعني حتى عمري في حياتي، يعني هقول لك ايه، يعني قصه عمر خضر دي انا لا اعلمها غير لما الولد مشي. يعني حضرتك برضو للتوضيح، حضرتك ما وافقتش وما كنتش تعرف اصلا ان هو ماشي ولا اي حاجه خالص خالص، ولو سئلت هقول استحاله لو بملايين. يعني حضرتك مالكش دعوه بالموضوع خالص خالص. عمر خضر انا كنت مسؤول عنه السنه اللي قبلها، فحضرتك عارفه وعارف موهبته عارف. فمش هتفرض فيه. 2006 طبعا. فده يعتبر يجيب لك فلوس كتيره، فمش هتفرض فيه. ده لعيب فيه كبير، لعيب محترم جدا، ولعيب من اللعيبه المميزه جدا. عشان كده اتخطف على طول يعني بالزبط. راح الدوري الانجليزي. انا هقول لحضرتك الحاجه، انا لما بشوف حاجه تفيد نادي الزمالك بعملها. حتى لو انا بره. انا يا فندم كنت في لعيب اسمه، عارفين انتوا عاشور التقي ده؟ كان لعيب في الانبي وكان عندي في المسيرات صلات وابنه بقى، والله العظيم انا خدته من باب النادي الاهلي، اسمه حسام عاشور التقي. اسمه الولد اسمه محمد حسام عاشور. حاجه جامده جدا، لعيب قوي جدا. لعيب مميز جدا. انا جبته بقولك من على بوابه النادي الاهلي، ودفعت الفلوس من بره. اي حاجه عارف هذا الكلام بالظبط. انا جبت الفلوس من بره، الفلوس اللي هخلص بيها الولد ده من نادي حلوان من بره. ده حضرتك تطوعت ورحت؟ بقولك من بره النادي. النادي ما اتكلفش جنيه. انا جبت الولد ده من على باب النادي الاهلي. اقسم بالله هذا حصل، والاشخاص عايشين وحيين بس ما اقدرش اقول اسامي. في ناس ساعدتني فيها، ناس بره مش شغاله في النادي خالص ولا لا، بس زملكاويه، واتكلمت في الولد وقالوا لي، قلت لهم هاتوه. انا شفت الولد، قلت له عاشور ده ابني. اللي هو ابو الولد ابني. قلت له لو راح انت الساعه كام؟ 2 بالليل. مارست قوتك يا كابتن. والله 2 بالليل لغايه الساعه 3 الصبح، وانا بتابع الموضوع. انا ما ظهرتش في الموضوع، بتابع الموضوع بالتليفون لغايه لما الولد جه جبته للزمالك. تاني يوم مضيته وخلصته ودفعت الفلوس وايدته في نادي الزمالك، وما زال بيلعب في 2007. حاجه جامده جدا. ممكن ده يتصعد بقى للفريق الاول يساعد ان شاء الله. يعني اديله سنه سنتين كده يبقى موجود في الفريق الاول. فانا عمر خضر ده اقسم بالله ما اعرف عنه حاجه، ولا ليه علاقه بانتقاله لنادي زد، ولا اعرف اي حاجه عن الديل، ولا اعرف ايه اللي اتكتب، ولا اعرف. حضرتك اتفاجئت يعني من زي الناس؟ يعني مش ما تعرفش زي الناس. هل قطاع الناشئين يعني في اي نادي، هل ده كنز بيدفن بالمجاملات والمحسوبيات؟ عندنا ما فيش مجاملات. المجاملات في ان انا لعيب امرنه مثلا ان هو يعني يتمرن معايا اسبوع ولا حاجه، وبعد كده لو هو كويس بقى ايده وحش بمشيه. لكن مش بتختار حد على حساب حد عشان خاطر اجامل فلان ولا والد فلان ولا؟ كانت بتحصل، مش انا بقى، كانت بتحصل. ما اكذبش عليك، في بعض الاحيان في الماضي كانت بتحصل انك بتشيلي لعيب كويس وتحط لعيب بتوصية. يعني بتوصية. حضرتك ما تقدرش؟ ما اقدرش ارجع فيها. ما ينفعش يعني. ما اقدرش. طيب يعني منتخب بس كنت بحتفظ باللعيب برضه. بس تلاعب اللي متوصي عليه ده بدل لا 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 ما بلعبوش. امال ايه، بتقبله بس؟ مجرد يقايد بس. بس كده. بس لو صدفت انه تشال لعيب كويس بفضل جنبي لغايه لما توصله برضه. لا لغايه لما ايده تاني. مش بتفرط فيه خالص. استحاله يعني افرط في لعيب كويس. ما بنصدق نلاقيه يعني. طبعا طبعا. انا لفيت المحافظات كلها، جبت لعيبه في الاختبارات بتاعت نادي الزمالك السنه اللي فاتت واللي قبلها، لان انا كنت مسؤول عن اختبارات 3 سنين. 3 سنين دلوقتي انا مسؤول عن اختبارات في نادي الزمالك. بلف المحافظات كلها بنفسي، وبجيب باخد تيم معايا من المدربين بيعملوا سكاوتنج وبيعملوا اختبارات للانديه، وجبنا الحمد لله بفضل الله لعيبه كتيره جدا جدا في مدرسه الكوره او الناشئين في ال3 سنين اللي فاتوا دول. وعشان كده الزمالك عنده كتير مصعدين يعني من الناشئين. حضرتك المنظر عامل ازاي فوق؟ صحيح. هو دلوقتي اللي عامل بالانس شويه في الفريق. برافو عليك انت، كلامي في حوالي 12 لعيب. صحيح. بيبقى فيه 4 منهم في الملعب و4 بره، غير اللي مشوا قاعدين احتياط، غير اللي طلع اعاره. بس اللي طلع اعاره ده خلي بالك ظاهره صحيه يعني، مش حاجه. طب واللي مشي فري؟ لا اللي فري ده ما غلط طبعا. لكن اللي يعني يوسف اسامه نبيه مثلا، من 3 سنين من 4 سنين الولد ده عارفش، كان في لجنه من اللجان مش فاكر من لجنه مين، الولد ده كان له فلوس هو ولعيب اسمه هاني رشدي، فانا كنت رئيس القطاعات. فتقدمت بطلب ليه
اللجنة رفضوا انهم يدوهم فلوس. هاني رشدي مشي لانه كان فريق ما قدرش، وزما يوسف قعدته بالعافيه لانه قلت له ابوك بيشتغل فريق اول، لو مشيت هتبقى سبه في في في, في تاريخ ابوك، انت تقعد وتلعب وهتلعب ما تقلقش، لغايه لما ربنا كرمه وبقى فريق اول ولعب وكسر الدنيا. بس ايه اللي حصل في الاخر يا كابتن؟ ما هو اللي حصل بقى دي يعني حاجات ازاي يعني سؤالي ازاي سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه ده مش يعني ابهاتهم بس كانوا بيلعبوا في الزمالك، لا دول بيدربوا في الزمالك وليهم باع كبير ومحسوبين على الزمالك. طبعا معاك. ازاي يمشوا بالطريقه دي؟ يعني كل واحد يشوف مصلحته ماشي، لكن بالطريقه دي؟ هقول لك على حاجه، المغريات قدامه كانت كتيره وكان عندنا مشاكل في التوقيت ده. ما نقفش جنب النادي بقى؟ دي يسالوا عنه يعني حضرتك تساليهم هم، لان في التوقيت ده انا ما اعرفش ظروفه. وانا على فكره قلت قيمت موقف يوسف اسامه نبيه وسيف جعفر الاثنين مختلفين شويه. موقف يوسف اسامه نبيه في موقف لاعب وموقف اب. يعني اسامه كان بين المطرقه والسندان زي ما بيقولوا. انا ابو ولد وانا لعبت في الزمالك وتاريخي في الزمالك وفي نفس الوقت مصلحه الولد. هل اضمن فلوس الولد هتبقى موجوده في الزمالك ولا لا؟ هو ده تفكير اسامه مش تفكير انا. طب الوضع كان صعب جدا وكان في متغيرات وكان في قلق وكان في مشاكل والكلام ده كله، فهو قلق على ابنه وفي اللحظه دي نسي ان هو زملكاوي، ان هو كان لعيب وزمالك وتعب. بس هو نسيها ايه؟ مش نسيها بمزاجه، نسيها غصب عنه كاب. يعني كاب، برافو عليك. فاتجه للقصه دي. سيف جعفر موضوع مختلف، لان سيف جعفر يعني كان على خلاف مع أصلاً لا كان على خلاف مع كابتن فاروق، ملوش علاقه بالكابتن فاروق، فاتجهت الاتجاه ده طبقا لرؤيه طبعا والدته، وهي تحترم يعني رايها يحترم. لان والفكره بس ان هم لسه برضو مش بيلعبوا اساسي، يعني هم مشوا قالوا من الزمالك عشان عايزين يلعبوا اساسي. انا توقعت هذا الكلام وقلتها في قناه الزمالك ان هم هيعانوا معاناه شديده جدا في يعني، ومش هيلعبوا غير بعد يعني بعد فتره طويله جدا. صحيح. لو لعب اتصاب لعب، هو بيقعدوا احتياطي لكن ما نزلوش، لكن كان في الزمالك كان ممكن مع ظروف الزمالك بالعبو الحاليه كان ممكن يلعبوا يعني مع نقص العدد هي الكبير. القصة يعني قصه ماديه، خلينا نكون صراحة يعني. يعني طبعا الزمالك عنده مشاكل ماديه كتير، كان ساعتها كان في مفاق وحجز على الاموال وما فيش فلوس وبتاع والدنيا كانت بايظه، فهم فكروا بتفكير الاب وليس اللاعب كره القدم. حضرتك قلت ان احمد وعبد الرحمن طارق يحيى يعني اتضروا بسبب اسمي، ليه؟ ايه اللي حصل؟ لا يعني احمد كان لعيب كويس قوي وعبد الرحمن برضه. احمد على فكره كان مواليد 89 وكان بيلعب في نادي الزمالك. فطبعا يعني الابن دايما، الاب دايما اللي بيلعب في النادي ويجي ابنه يلعب بيقوله كوسه. ابناء عاملين، ابناء عاملين. فلما بيجي الولد يلعب يغلط الغلطه بتاعته بفدان زي ما بيقولوا يعني، مقارنه مع حضرتك كمان يعني. بالظبط. ده انت ده غير ده ما عندوش فكره، ده تلعب عشان خاطر ابوه طارق يحيى. فالمدرب بيبقى تحت ضغوط فما بيلعبوش، بيريح دماغه معنى صح يعني. في بقى مدربين عندهم شخصيه ما بيهموش يعني. حازم امام مشي من الزمالك، حازم امام جاي من الصيد. يعني الراجل اللي اسمه كرول ده اختاروا فيه دوره في الصيد كده، شاف ده قال لك ده ايه ده مقيد في الزمالك بس مشي. بس كان مقيد. قال لك لا هاتوه بقى حازم امام اللي هو كبير. فهي قصه كده، ففي مدربين بيستحملوا فيه يعني. الاثنين كانوا لعيبه كوره كويسين، بس يعني برضو مشكله ان ابوهم، مع اني كنت شغال في الزمالك ساعتها، بس برضو المدربين جم عليهم شويه لان طبعا دول اولاد العاملين او مش العاملين يعني اولاد اللي هو قبل بالوراثه بقى يقولوا بالوراثه. فالمدرب خاف فده اللي ضرهم بقى، خلاهم ضرهم جدا. بس كمان الحمد لله دلوقتي الاثنين ما شاء الله يعني ربنا كل واحد في مجاله طبعا متالق يعني. احمد الحمد لله بفضل الله موزع موسيقي وملحن ومؤلف ومغني ومؤلف وكل حاجه يعني. وحتى حضرتك يعني حتى حضرتك كده في ازمه بسبب ايه؟ الاغنيه. ايوه بالظبط، في الثالثه يمين يعني. حد يعني في كده مشاكل حصلت مع بعض النجوم، وكمان يعني اللي ابرزها كانت كمان مع رئيس الزمالك السابق مستشار مرتضى منصور، كان في كده خلاف بسبب الاغنيه دي. وحضرتك قلت انا ماليش دعوه، هو اللي يعني هو كتبها ولحنها وغناها ووزعها يعني، هو ما اخرجهاش. بس ده اللي كان ناقص. وعبد الرحمن، اقول لك عبد الرحمن برضو دلوقتي ما شاء الله مدرب في نادي السكه مع الكابتن امير عزمي،
ومحلل اداء وخد شهادات في التدريب يعني. الحمد لله لسه جاي من انجلترا من ساعات يعني كان بيعمل كورس هناك في انجلترا في ويلز ربنا يكرمه يعني. القصه الاغنيه طبعا ما كانش حد توقع انها هتضرب قوي كده. حتى احمد لما جه قال لي يا بابا عايزك اعمل اغنيه وبتاع للزمالك قلت له حاجه جميله انا بحسبه يعمل اغنيه بقى لوحده كده ويزيحها وخلاص. يعني اغنيه حلوه جدا ما كانش حد متوقع انها هتضرب قوي كده. اللي حصل احمد لما جه لي يا بابا عايز اعمل اغنيه قلت له ماشي يا حبيبي طب عايزك تكلمني النجوم القدامى. قلت له زي مين يعني؟ قال لي قلت له احمد الناس دي مش هتيجي يا بابا بس نحاول. حضرتك يعني مش متوقع ان هم خالص يتعاونوا او يجوا او يعني انا لما كلمت طبعا النجوم جيلي والجيل اللي قبل مني قالوا لي ماشي الساعه كام؟ قلت لهم احنا كنا في رمضان اعتقد نسجلها يوم الجمعه بعد الصلاه. قالوا لي حاضر. ف رحنا لقينا بقى ايه مجموعه كبيره جدا جت. بابا انت قلت له يا ابني انا ما انا كلمت الناس ده حد بيقول لحد بيقول لحد يعني فلقيت كل الناس جت بسم الله ما شاء الله. انا كلمت مثلا 100 واحد جالي مثلا حوالي 60 ده نسبه كبيره جدا. فالمهم جينا كان الله يرحمه مهدي مخرج احمد المهدي حاجه جميله جدا كان هو المخرج بتاع كلمت اللي هو علي درويش رئيس هيئه صناعه القاهره يا سياده اللي هو انا بعمل كذا كذا واحمد عايز يعمل كذا. قال لي تنور يا كابتن. الراجل كان لذيذ قوي في تعاون يعني قوي قوي ما تبقاش سبحان الله كان ربنا مسهل الاغنيه دي انها ايه تمشي دي تبقى انطلاقه احمد مثلا في عالم الـ 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 الموسيقى والكلام ده كله. فالمهم كلمت سياده اللواء قال لي اتفضل طب الايجار ايه يا فندم؟ قال لي والله ولا حاجه يا فندم. قال لي والله ولا حاجه دي يا كابتن انت بتتكلم في ايه؟ فروحنا انا طبعا بعد ما كلمت النجوم كلهم واحمد كلم بعض الناس برضو. فالمهم ايه بدانا ايه نسجل لقينا بقى مين اللي جه مش عايز لا تتخيلي النجوم اللي ظهرت في الاغنيه من اول الكابتن حمد امام لغايه شيكابالا عمر جابر مش الاجيال قد ايه مرورا بقى بالخواجه وكابتن عادل مامور وعازم امام الكبير رموز كتيره جدا المهم بدانا نسجل اغنيه فسجلنا فقره فجت الفقره بتاعه ايه الكوبليه بتاع اللي رباني كان زملكاوي. فاحمد قال لي يا بابا ايه احنا فالمخرج احمد مهدي جه قعدني جنب احمد قال لي بص يا كابتن في كوبليه اسمه اللي رباني كان زملكاوي بما ان احمد اللي عامل اغنيه وحضرتك طبعا زملكاوي وكابتن النادي فلايق ان انتوا تبقوا مع بعض قلت له يا ابو حميد يعني يبقى حماده امام موجود صحيح. مع احتفاظ بالالقاب طبعا يعني صحيح كابتن حماده امام موجود وحازم امام موجود وانا اعمل الكوبليه ده اللقطه دي تركب على والله صحيح. يا مدام نينا زي ما بحكي لك كده قال لي تصدق يا كابتن انت محترم شكرا ربنا يخليك يا باشا كنت متواضع وفعلا عملنا بقى الاغنيه وبتاعه واشتغلنا وجي بقى نجوم كبار محمد صلاح وكل نجوم جم واللي اعتذر اعتذر في ناس اعتذرت بس بعد كده ندموا طبعا والله زعلت كسرت الدنيا الحقيقه يعني. المهم ارجع بقى لسؤالك الاغنيه ضربت والدنيا اتعملت وبتاع مش عارف ايه وخدنا الدوري وكانوا واخدين الدوري صحيح. فكنت انا في الاستوديو التحليلي بتاع سيف زاهر دخل المستشار زعلان ان احنا ما دعناهوش ومش عارف ايه بس انا دعيته بجد يعني حضرتك دعيته وهو ما جاش دعيت احمد ودعيت امير احمد ابني دعا احمد انا كلمت احمد بنفسي قال لي يا كابتن عندي مش عارف ايه واحمد كلم امير امير ما جاش وهم كانوا في المجلس الاداره يعني حضرتك كده يعتبر ما هو رئيس المجلس دعيته دعيته مجلس الاداره ما جوش يعني انا طب اعمل ايه اكتر من كده ما اقدرش بقى اقول له الكلام ده على فهو لما دخل بتاع ومش عارف ايه ومش هتكلم ومش هبارك ومش كان في كلام كتير كان في كلام كتير والموضوع انتهى يعني وبعدين بعد كده كان في تقريبا مش فاكر خالد غندور تقريبا كان عامل برنامج فجاب المستشار على الهواء وهو كان مستضيفه تقريبا والراجل يعني تصالحنا على الهواء وانا دخلت عملت خلاص وكده بقى دخل الدنيا ظبطت دخلنا عملنا مداخله يوميها وخالد غنور كلمني وكلم احمد يعني يعملوها الابناء ويقع فيها الاباء يعني بس والله فعلا احمد فعلا قال لي انا كلمت امير وانا كلمت احمد مرتضى هو يعني احمد عمل شغل هايل يعني بصراحه الحمد يعني الحمد لله كابتن عايز اسال حضرتك سؤال يعني الكيمياء بتاعه المدربين الاجانب في الزمالك مؤخرا بقت مش ماشيه خالص ايه السر في كده يعني شايفين المدربين مش بيجيبوا اي نتائج مع الاجانب ولا الاجانب
لا ما انت عندك جروس عمل نتائج كويسه، وفييرا برضو في الولايه الاولى عمل نتائج كويسه، هي وكارتيرون اعتقد برضو عمل يعني بس مش بعد مش كلهم. كده بقى ما عملش بعد كده كويس. حسب فييرا الكواليتي في الولايه الموجوده يا استاذ دين في يعني برضو لما مسك فييرا في الولايه الاولى كان عندك لعيبه محترمه و طب كارتيرون بقى في يعني كان معاه لما مشي من الزمالك كان معاه يعني كواليتي كويس، كان لسه ما تفرغش الزمالك من اللعيبه بتاعته الاساسيه بالظبط. بس خلي بالك احنا المشاكل بتاثر فينا قوي، يعني الزمالك لما بتحصل مشكله صغيره بتكبر جدا ما بتعرفش بقى تقفل على الفريق بالزبط. الفريق ما بتعرفش تلميها وفي نفس الوقت بتاثر على اللعيبه بالسلب، فده اللي كان بيحصل. لكن هو عموما يعني في بعض المدربين يعني مثلا فييرا نجح في الولايه الاولى ما نجحش في الولايه الثانيه قوي، كارتيرون نفس الكلام بالزبط. نجح في الولايه الاولى ما نجحش في الولايه الثانيه، هي قصه كده يعني. زي مثلا كابرال لما جالنا اول سنه لما كنت انا شغال معاه خدنا دوري وخدنا افريقيا دوري الابطال اللي وصلنا بيه كاس العالم للانديه لو تفكر، بس كانوا الكونفدراليه ما كانتش دوري الابطال، وبعد كده الولايه الثانيه ما نجحش. فحسب اللعيبه اللي موجوده وحسب الاجواء وحسب الاداره حاجات كتيره جدا حاجات كتيره. طب بقى رايك في اسوريو، يعني تعليقك على اسوريو كان رايك فيه ايه، وهل طالبت باقالته؟ انا ما طالبتش باقالته، ما اقدرش اطلب هذا الطلب طبعا، بس هو اسوريو كان محيرنا شويه بس كعين مدرب يعني. لا هو حيرنا ولخبطنا مش عارف تقول عليه كويس ولا لا بالظبط. برافو عليك، يعني القصه كانت بالنسبه له متغيره تماما. انت بتعمل روتيشن، الروتيشن ده ما يتعملش بعد مباراه بست ايام، انت بتعمل روتيشن بعد ست ايام، الروتيشن ده هيتعمل بعد يومين لو هتلعب مباراه بعد يومين ثلاثه. لكن انت بتعمل لعبنا ارتا سولار مثلا في بره وجينا هنا ارتا سولار راح مغير 9 لعيبه بالظبط، مع ان كان الفرق 6 ايام او 5 ايام بين الماتشين. طب حضرتك قصدك ان هو كان ممكن يثبت على القوام بالزبط. بتاعه وما يقعدش يعمل روتيشن بالظبط. ما ينفعش التغيير الكتير في التيم الا في حاله واحده، لما يبقى في ضغط ماتشات. طالما مفيش ضغط ماتشات استمر عشان يبقى فيه هارموني وانسجام بين اللعيبه. كان بيغير مراكز كمان اللعيبه كتير جدا كتير جدا، وبعدين يلعب بفرودين وبعدين ولا فيرود، وبعدين يبدا بفرودين وبعدين ينهي بولا فيرود، وبعدين الماتش اللي بعديه يبدا بفرودين او من غير ولا فيرود وبعدين ينهي بفرود وبعدين ينهي بفرودين. لا لخبطه كتيره جدا مستر اسوريو الحقيقه، مع تقدير واحترام لتاريخه الكبير طبعا، هو مدرب تاريخه سفيهه لما اتعرض علينا كان قوي جدا يعني، لكن انا للاسف الشديد مش قادر تقيمه حضرتك خالص. مش قادر تقول عليه. احنا كنا بنطلع في الاستوديو التحليلي يا استاذين الراجل ده بيعمل ايه، كنت بسمع حضرتك احنا عايزين نعرف احنا يعني احنا ما لعبناش كوره يعني احنا ما بنفهمش في الكوره. لا هو عمل حاجات الحقيقه مش يعني خزعبليه، مش عارفين مش عارفين انا مش بقطع فيه بس هو ده الواقع. لكنه كان ممكن لو هو ساب التيم مع فكره ده مع دماغه دي كان ممكن نعمل حاجه كويسه جدا. ماذا يحتاج الزمالك عشان يعود لمكانته الطبيعيه؟ يعني احنا شايفين الزمالك بقى في حته مش بتاعه الزمالك خالص. محتاج هدوء، محتاج فلوس. الهدوء سهل، الفلوس بقى تيجي منين يا كابتن؟ فلوس لا، ما انت عندك مجد دار النهارده ما شاء الله كلهم رجال اعمال، مش بكلم هم يتبرعوا لا، لازم الزمالك يعني براند يا استاذ. الزمالك براند، الزمالك اسمه يجيب فلوس. حضرتك قصدك انه اداريا يجيبوا فلوس بالزبط. مش تبرعات ولا عمر تبرعات ما هتغطي اللي على الزمالك فلوس، ومش كل واحد يجي يقول انا تبرعت للزمالك وهاتوا فلوس الزمالك. دي قصته يعني، هو بيحب الزمالك عايز يتبرع براحته. لكن انا بتكلم في ايه، بتكلم في النهارده الزمالك براند، انا عايز مصدر دخل للزمالك بالظبط، دخل ثابت عندك اكتوبر بيجيب ملايين، اكاديميات مفيش اكاديميات للزمالك يعني انا ما بحبش اذكر نادي الاهلي يعني مقارنه، يعني ما بحطش مقارنه، لكن النادي الاهلي عنده 12 13 اكاديميه بتصرف على قطاع الناشئين، فدي بتجيب له فلوس. انا فين يعني نعمل اكاديميات، نعمل اكاديميات بره في دول عربيه. انا واحد جالي من حوالي 4 سنين كده او 5 سنين عايز يعمل اكاديميه، زهق مشي، ما حدش ساعده او ما كانش فيه الدماغ الاداريه اللي ممكن تخليه زهق مشي. زهق مشي، بكلمه بجد اقسم بالله، كان هيدفع 150 ألف دولار وكانت هتجيب لك بقى فلوس وكانت هتدخل فلوس. ما انا بقول لحضرتك في اكاديميات تتعمل، في اعلانات، في اكتوبر فرع اكتوبر، في كل دي تجيب فلوس. فالناس شغاله على هذا الكلام دلوقتي، مجلس الاداره المحترم موجود دلوقتي شغال على هذا الكلام، بس لازم
نصبر شويه لان الناس مستعجله انت عارفه، واخدوا تركه تقيله كمان. بالظبط، تركه ثقيله جدا وعندنا هموم كتيره جدا جدا، وربنا يقويهم عليها. يعني كان بقالنا فترة كده الوضع مستقر في لعيبة نادي الزمالك، ولكن بداية من كهربا والقصة بتاعت كهربا ابتدت اللعيبة تمشي وتسيب الزمالك، اللي يعني يروح فري اللي بيمشي فري واللي بيروح الأهلي وقصص كتيرة جدا يعني، وفي أسماء ما كنتش تتخيل إن هم يبقوا في الأهلي مثلا زي إمام عاشور يبقى في الأهلي. يعني ده تفسره حضرتك بإيه؟ الاستقرار المادي برضو مهم طبعا. ما هو انا النهارده اللعيب ايه يا استاذ دينا، النهارده مشكله فتوح ايه؟ ماديه. طب الانتماء مالوش الانتماء مع الماده، ما دلوقتي خلاص راح الانتماء ده، كان ايامنا احنا وكنا بنلعب ببلاش، تبيعوا اي حاجه عشان خاطر الفريق اللي ببلاش يعني بمعنى اصح، لكن النهارده بتتكلمي في ملايين، واخدها بزنس بقى فخلاص ملايين بتتكلمي في ملايين، فانا سعري يجيب كذا فاروح عند اللي هيقدرني، فهي قصه كده، قصه ماديه بس بحته. لما كان في استقرار مادي انت عملت فرقه، جبت اشرف بن شرقي، جبت ساسي، جبنا ابو جبل، جبنا لعيبه كتيره في الفتره دي، وعملنا موسم قوي جدا، عملنا 3 مواسم من اقوى ما يمكن، لان كان عندك سكواد كويس بي 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 من خلال الناحيه الماديه المستقره. فده سواء بقى مخليهم بقى سواء بقى الماديات جت تبرعات بعض الناس من بره او من اداره النادي. لكن النهارده لو في استقرار مادي ده هيعمل نوع من الاستقرار النفسي للعيب، هتلاقي الدنيا زي الفل، مش هنشوف اللعيبه بتمشي خالص، مش هتشوفيهم، لان الاول كانوا بيهربوا من الانديه يجوا الزمالك لو تفتكري. دلوقتي بالظبط بقينا بنشوف العكس، ان هم بالظبط العكس، اللي بيمشوا عشان ما فيش فلوس، واللي بيمشي فري واللي بيمشي عن طريق يعني معاملة. يعني حاجات كتيره يعني بتختلف يعني. بالظبط. عايز اعرف من حضرتك ازمه فتوح، يعني فتوح كان لاعب هادي وكل بيشهد بيه ان هو هادي وما عندوش مشاكل، مؤخرا بقى يعني اسمه يقترن بالمشاكل كتير، والأزمة اللي عملها انه ساب معسكر الزمالك ليلة مباراة زد، وحضرتك قلت انه هو قريب جدا من النادي الأهلي. لا انا ما قلتش قريب من الأهلي، انا هو كان كريم شحاتة بيقول لي انا عندي معلومة انه هو رايح الأهلي، قلت له الناس كلها بتقول كده. يعني الناس كلها لكن بتقول، مش معلومة حضرتك عارف انه حصل. ما اعرفش، انا مش يعني مش قريب قوي من فتوح، بس يمكن تصرفاته مثلا بتدل ان هو قريب من الأهلي. يعني كل الشواهد بتقول ايه، زي ما كان امام مع كهربا يعني، فالناس كانت يعني النهارده لما اطلب من نادي الزمالك 60 مليون ده اللي انا بسمعه. انا ما اعرفش بصراحه حضرتك، مش عارف الرقم الحقيقي، ما اعرفش 60 مليون منحه تعاقد. يعني هي منحه التعاقد دي ايه يعني، ازاي تبقى بالرقم ده، اللي هي يعني ما اعرفش بقى تخصم من عقوده بعد كده ولا يعني تبقى فري ولا ما تبقى يعني فور فري، يعني برضو حاجه جديده بنسمع عنها اليومين دول. انا ما اعرفش القصه ايه بالظبط، لان انا سمعت ان بعض الانديه كانت عرض عليه هذا العرض، انها هيديله فيلا وهيديله فلوس، ان زاد كان داخل في مفاوضات وانسحب بعد هدايا. اللي حصل مع الزمالك هدايا يعني، فهو ماشي على هو فتوح محتاج حد يتكلم معاه، محتاج حد يقعد معاه يشوف دماغه فيها ايه، يشوف هو عايز ايه، يعني الكلام اللي هو من ورا او عن طريق السوشيال ميديا نزل صوره كذا يعني بيبقى مش لا لطيف. يعني محتاجين ان احنا نقعد معاه، محتاج ان هو يعني في حد قريب منه بي 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 بيمشيه غلط. فلازم احنا نقعد معاه، لان حضرتك شايف ان ده مش طريقته او طبيعته او شخصيته يعني. لا ما كانش كده، لا خالص، حتى هو بيقول انه كابتن عبد الشافي هو مثله الاعلى، فكابتن عبد الشافي يعني مش بتاع مشاكل، هما الاثنين شبه بعض، هو ما كانش بيتكلم فتوح ده، فجاه بقى حاجه ما اعرفش ايه اللي حصل. حضرتك عشان كده شايف انه ممكن يكون حد هو اللي بيديره بالشكل ده يعني. في حد وراه بيزقه، ان هو حتى زي ما حضرتك عارف هو لغى متابعه نادي الزمالك وشال ان هو اللاعب من نادي غلط. الزمالك غلط. طب هو مش هو يمكن شايف ان العقوبات اللي توقعت عليه ان هي مش مناسبه، بس ازاي مش مناسبه؟ انت سبت يعني المعسكر ليله الماتش، يعني لعيب ساب المعسكر اسدينا في يعني، وانت لعيب اساسي، خلينا نقول هو عارف ان هو لعيب اساسي. حضرتك كان السيسي بادئ الماتش ده، انا عارف كويس السيسي وفتوح اللي كانوا بادئين الماتش ده. تخيل اتنين عندك مره واحده سابوا المعسكر وخرجوا. الزناري حضرتك قصدك؟ لا اللي كان هيبدا الماتش عمرو السيسي. اللي كان هيبدا الماتش عمرو السيسي وفتوح، واللي مشوا الزناري وصبحي وفتوح، واعتقد الزناري كان هيبدا الماتش كان ده. برضو كانوا الثلاثه، تخيل انت فجاه الثلاثه بره، طب ازاي هو اصلا يعني؟ هل على ايامكم يا كابتن كان في حاجه اسمها كده ان انا امشي واسيب بقى؟ هو بيقول انا عشان عايز اروح اكل اكل الاوتيل مش حلو، هو مش اصلا في نظام غذائي للفريق كله بيمشي عليه؟ طبعا ما فيش الكلام ده، طب ما تطلب الفندق
يعني ما احنا كنا ساعات في الفندق مش حلو يعني. احنا كنا ساعات بنجوع لما كان بيبقى في معسكرات كنا بنروح نجيب اكل يعني، ما بنجيب اكل من الفندق. الفندق نفسه يعني ما فيش يعني ما فيش عذر يعني. خلينا الشهيرة بتاعتنا الكلاب ساندوتش. فعلا لا خبيبه بالليل كده تضربي زجرب لو جعت او حاجه يعني. لو جوعنا يعني، بس ما كان احنا كنا بناكل وبننام يعني ما فيش عذر يعني. حضرتك شايف؟ لا طبعا اللي اتعمل من الاربع لعيبه اكيد طبعا ما فيش عذر، ومجلس الاداره اتخذ قرار انا شايفه قرار محترم جدا وقرار صارم جدا ورساله وانذار للعيبه الباقي. طب لو حضرتك في ايدك القرار، هل تبيعه في يناير تستفيد بفلوسه ولا تجمده لحد اخر السنه؟ ترجع ليهم هم وحسب المقابل المادي. وخلي بالك برضو واخر السنه لازم بديل، لازم نوجد بديل الاول قبل ما نفرط في فتوح، لازم يبقى فيه بديل. طب ما حضرتك هتفرط خلاص، ده معروض للبيع. ما انا عارف، ما ممكن تكون في بعد كده في خطوات اخرى مفاوضات او مفاوضات، حد هو يعتذر بتاع حد يعمل صلح يعني. في اعتقد يعني حضرتك شايف من الاتيتيود بتاعه اللي هو عايز يعتذر. ليه لا، ما تبات رماد تصبح النار تصبح رمادي يعني. لا الحركه بتالي جامده قوي ان هو ما يشيل ان هو لاعب في نادي الزمالك يعني. هو كل ده استفزاز. بيستفز مين بقى، الاداره ولا بيستفز الزملكاويه؟ او بيلفت النظر ليه اكتر، فهماني؟ بس انا شايف ان موضوع فتوح ده يعني خد اكبر من حجمه. هو عايز يمشي، تعامل مستر هو عايز يمشي، هو عايز يمشي فيتوريا سوري انا اسفه، تعامل مستر فيتوريا كان عامل ايه يعني؟ حضرتك شايف يعني البعض بيقول ان هو لا يضمه عادي للمنتخب، الفنيات ملهاش دعوه بالقرار التربوي بتاع الزمالك، والبعض بيقول لا ما كانش صح وكان لازم يحترم قرار الزمالك. طيب ارد عليك الاول، فتوح عايز يمشي يمشي. عايز يا جماعه باحترام، يا جماعه السلام عليكم انا ماشي خلاص، يلعب بقى ما يلعبش في الزمالك الفتره اللي جايه دي بتاعه قرار المدير الفني او الجهاز الفني. البيع من عدمه برده قرار مجلس اداره، بس ابقى انا صريح مع الناس، ايه المشكله؟ لا ده هو بيقعد ومش يعني ما بقولك لا عايز امشي، عايز امشي خلاص. الشروط التعجيزيه دي بقى دي من عايز يعجز زي ما انت بتقولي كده، دي حاجه ترجع لمجلس اداره. موضوع فيتوريا خطا يعني، حضرتك شايف انه كمدرب كان المفروض يحترم قرار الزمالك التربوي؟ طبعا طبعا، والا ما كانش يعني هو ذاق هذه المراره بعديها بيومين. صحيح، ما هو في اثنين ثلاث لعيبه اللي اتمرنوا، ثلاث لعيبه اللي طلعوا من التمرين، طارق حامد، حسين الشحات، وامام عاشور. انت ازاي خدت هذا القرار انك تستبعدهم من سفريه حتى لو سفريه واحده، وما خدتش بقرار نادي الزمالك انت تستبعد الثلاثه علشان عملوا كده في الزمالك؟ يعني حضرتك شايف ان هو يعني كان يعني زي ما عمل مع عمل مع الثلاثي كده، كان يعمل مع فتوح وصبحي كده. ازدواجيه مطلقه ان حضرتك انت خدت قرار باستبعاد الثلاث لعيبه اللي ما اتمرنوش كويس، وخدت قرار بانك تضم الثلاث لعيبه من او الاثنين لعيبه من نادي الزمالك، مع ان الزمالك وقفهم لنفس الـ أو الاسباب يعني التربويه مشابه يعني للاسباب اللي انت استبعدت بيها الثلاث لعيبه. مش سواك. فني، بنتكلم تربوي فني. فالمفروض حضرتك تحترم الحكايه طبعا دي. طبعا. ويمكن البعض قالوا ان ده يمكن اللي جرى الثلاثي، ان هم يعني فتح الباب للثلاثي انه اي حد هيغلط عادي بناخده يعني مفيش مشكله. اللي انا اعرفه المفاهيم والاعراف كل منتخبات اللي احنا مدربين المنتخبات اللي اتمرنا عليهم، لما بتغلط في النادي تخش المنتخب. ده الطبيعي، لكن هو قال لا انا ماليش دعوه بالكلام ده. غلط. فهو دي فلسفه جديده يعني. غلط كلام. وخلي بالك مش بقول كده عشان لعيبه الزمالك، ده لو لعيبه في الاهلي، لو لعيبه في الاسماعيلي، لو لعيبه في المصري، لعيبه في الاتحاد، ده لازم يطبق يعني. حضرتك شايف انه تربويا لازم يطبق؟ طبعا لازم اقفل الباب عن اي خروج عن النص باي شكل من الاشكال في اي منطقه في اي نادي او حتى عندي في المنتخب. فلوس كهرباء، حضرتك شايف انه الافضل للزمالك انه ياخدها بالقسط ولا يفضل قاعد مستني الكاش والوقت عمال يعدي؟ هو انا ما اعرفش احنا ما خدناش لغايه دلوقتي، هو ما حدش عارف يعني. لما حتى مش عارف ايه السبب. ايه السبب ان فلوس كهرباء لم تسدد للزمالك حتى الان، وان هو لسه بيلعب يعني، مع ان كان المفروض في شغل. انا عندي يعني انا بسال نفسي والله، انا بسال نفسي طب ازاي عمر الزمالك توقف القيد بتاعه عشان ما دفعش؟ طب ما ازاي؟ فهي قصه فيها لغط، فيها حلقه مفقوده مش عارفينها. اتمنى من مجلس الاداره الجديد ان هو يعني يحط ايده على الحلقه المفقوده دي ويحلها. بس تشجعه يبقى ياخده كاش المبلغ كامل ولا بالتقسيط؟ استقسيط ازاي يعني؟ اقسط ازاي يعني كل فتره؟ كل ما ينفعش يا استاذ دينا، دي فلوس، ده حق نادي، ما ينفعش. حضرتك مع ان هو يتاخد كاش لان ده حق الزمالك يعني؟ طبعا طبعا لازم تاخد كاش، عندنا مشاكل في النادي.
يعني حضرتك شايف ان فلوس كهرباء هتساعد في ازمه الزمالك ماديا الى حد ما؟ جزء كبير. في جزء كبير من ازمه الزمالك الماديه فعلا. ويعني يقال من الطرف الاخر انه عشان كده كهرباء بيحاول ياخر الفلوس علشان ما يحلش الازمه يعني. الله اعلم، انا ما عنديش فكره. يعني في بعض التصريحات بتقول انه هنستنى لسه للموسم الجديد علشان الزمالك ما يبقى ضرب 100 جنيه بقى. النهارده ب 50 اهو. راي حضرتك ايه في المنتخب؟ منتخب فيتوريا؟ لا، المنتخب ماشي بشكل جيد جدا، اللعيبه بتأدي بشكل محترم. بقينا في نزعه هجوميه كبيره، بقى في توازن دفاعي لحد كبير، بقى في التزام في الناحيه التكتيكيه والفنيه بشكل كبير داخل الملعب. لا، انا شايف ان الامور في المنتخب افضل بكتير جدا جدا من السنوات السابقه. الراجل بيأدي بشكل جيد، عنده لعيبه بيستغلها بشكل محترم. كنا بنقول دايما ان زيزو مظلوم علشان هو ما بيلعبش عشان صلاح بيلعب. النهارده اوجد المكان الافضل لزيزو بالظبط، حل المشكله، لان انا مطالب ان انا هاجم. صحيح. انا منتخب مصر احسن منتخب واخد كاس امم افريقيا، اكتر منتخب، اكتر انديه الاهلي والزمالك واخدين، فمصر هي الرائده. فما صحيح. ينفعش ان انا اخاف من الجزائر والمغرب وتقدير واحترام ليهم. لا، الغير طبيعي اللي كان بيحصل دلوقتي الطبيعي بيحصل. هو ده اللي ان انا بكسب، ان انا واخد عن مكسب، ان انا ان انا 6 بونت من ماتشين في كاس العالم ما عملناهاش من فتره، من سنين. حضرتك شايف ان ده كان المفروض يبقى الطبيعي بتاعنا؟ أيوة مش طبعا. مش اللي كان بيحصل قبل فندم كده. احنا مصر هي الرائده في على سواء على مستوى المنتخبات او مستوى الانديه. صحيح. اكتر انديه واكتر منتخب واخد كاس افريقيا واخد دوري الابطال في افريقيا كلها. صحيح. فازاي انا اخاف من الانديه دي؟ وعم في نقطه مهمه جدا، لعب الجزائر ده فيها فلان وفلان، ايه المشكله؟ طب ما انا عندي فلان وفلان يعني برضه، ايه المشكله؟ طب ما احنا بنكسب الجزائر على طول والجزائر بتكسبنا عادي. هنلعب المغرب ده واخده تاني على، ايه المشكله يعني؟ يعني احنا بنقلل من نفسنا ليه؟ بالعكس، احنا لازم ندي ثقه للاعبتنا وندي ثقه للناس اللي شغاله، والجماهير تروح. انا ببقى زعلان لجمهور مصر ما بيروحش المنتخب مصر. ليه ما بيروحوش؟ مش عارف، انا ما عنديش فكره. يا جماعه، منتخب مصر ده لازم الاستاد كله يبقى مليان. احنا كنا بنلعب في وسط 120,000 في كل المباريات، خلي بالك، مش عشان بطوله مقامه في مصر. كل ارجع بالذاكره كده ماتش الجزائر هنا، كان في كام بره وكان جوه في الملعب؟ تمامي. المباريات الافريقيه كلها مع منتخب مصر في الثمانينات كانت عامله ازاي؟ 120,000 متفرج. فلازم انتوا كدوركم كاعلام والمواقع الكبيره اللي زي يلا كوره لازم تشحذ وتشجع الناس، اعملوا هدايا، نعمل هدايا في هتلاقي الناس بتروح زي الدول العربيه لما بتعمل، معرفش مش هقول لك عربيه بقى والكلام ده، حاجات يعني على قدنا. تيشرت المنتخب بالظبط، تيشرت المنتخب بتاع التذكره اللي هتفوق. شجع الناس. وطبعا في ليميت في عشان امنيا طبعا، القصه مش بتاعتنا يعني، لكن برضه نملى حتى اللي عندنا بالزبط. يعني 50,000 يعني لو قلنا 30,000-40,000 روحوا ال 50. يعني الانجازات بتاعه المنتخب الناس بتسيبها وبتمسك في حاجه واحده، ان صلاح بيلعب في المنتخب مش زي ما بيلعب في ليفربول. رد حضرتك يا الموضوع؟ الرد كان الماتش اللي فات، هو جاب هاتريك، سوبر هاتريك، والراجل عامل اسيست في ماتش سيراليون وقبل كده. لا، صلاح قيمه كبيره جدا، ولاعيب يعني من اللعيبه المحترمين جدا. صحيح. جدا نجوم في تاريخ مصر، واللي رفع اسم مصر اكتر لاعب رفع اسم مصر في اوروبا بعد طبعا في عندك محمد حسام ميدو، وعندك يمكن هو عشان وصل لما ابعد يعني. لا، هو راح في حته ثانيه. صحيح. او ثالثه زي ما بيقولوا يعني. ف تمنيت له بالتوفيق وما يسمعش لحد، وناس تشجع المنتخب وتشجع صلاح، لان صلاح يعني رمز كبير. انا رحت انجلترا وشفت الحب بتاع الناس. طب من عند صلاح. انت عند صلاح. كنا في ايفنت، كنا في بطوله عالم، كاس عالم للووكينج فوتبول. ففي هنا اتحاد اسمه الاتحاد كره المشي يعني. فكنا في كاس العالم قريب من شهرين كده، رحت انا وهشام يكن وهيثم فاروق وياسر الشنواني ومجموعه من الناس اللي هم عايشين في انجلترا برضو وفي مصر وهولندا وكده قريبين يعني. جمعنا منتخب ورحنا ولعبتوا كان معانا محمد ولعبنا، خدنا وصلنا دور الثمانيه. شفت. فلا، الناس هناك اللعيبه القدامى بتاعت انجلترا، لعبت انجلترا ولعبنا تشيك ولعبنا اسبانيا فلا كلهم بيقولوا لي صلاح. يعني كلمه السر صلاح. بالظبط، كلمه السر. فده فخر لينا جميعا يعني. راي حضرتك ايه عدم انتقاله للدوري السعودي؟ تقدير واحترامي للدوري السعودي طبعا، دوري من اقوى الدورات دلوقتي على في المنطقه العربيه، لكن صلاح واخد طريق اخر.
يعني ما انجرفش ورا المادة بشكل كبير، لكنه واضح ان هو عنده هدف اخر، فطبعا هو ادرى، بس يعني انا شايف ان هو اتخذ قرار صح. نشكر حضرتك يعني على وجودك معانا، نورتنا وشرفتنا واستمتعنا جدا بالحديث مع حضرتك. ربنا يخليك، انا مستمتع جدا يا استاذ زينة، بشكرك وبشكر كل الناس القائمين على البرنامج وكل المشاهدين في يلا كوره، ويعني نتمنى ان احنا كنا خفاف على الناس المشاهدين جدا جدا. بشكر محمد جلال طبعا صاحب الدعوه، وبشكرك يا استاذ دينا، وكل سنه طيب. بشكر حضرتك يا كابتن طارق، ونتمنى نشوفك تاني ان شاء الله معانا باذن الله. شكرا لحضرتك، شكرا لك.